مرحبا. الإيميل كان ولا زال من أهم أدوات اللي تساعدنا للتواصل، سواء كنتوا تشتغلون في مؤسسة أو شركة أو حتى للمراسلات الشخصية. وأيضا نقدر نستخدم البريد الإلكتروني للتسجيل في منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره. مرحبا، وياكم أمتاب السندي من قناة أمتاب تكنولوجي. هذا الفيديو راح يكون عن كيفية عمل أو إنشاء البريد الإلكتروني الجيميل. أعرف البعض راح يستعزون بفكرة الفيديو ويقولون شغلة سهلة وبسيطة. إلكم سهل، ولكن لبعض الفئات اللي ما بتعرف أطلاقا كيفية إنشاء أو عمل البريد الإلكتروني سواء عن طريق الكمبيوتر ولا عن طريق الموبايل، هذا الفيديو لهم. وأيضا شغلة لفتت انتباهي لعمل هذا الفيديو هو من قبل بعض الزملاء والأصدقاء اللي كانوا ناسين رمز القفل، أو البعض منهم كان في عندهم بطء في الجهاز فاضطرينا أنه نعمل فورمات للجهاز بشكل كامل. وواجهتنا مشكلة اللي هي البريد الأول المسجل وكلمة السر، وهم ناسين البريد وناسين كلمة السر لأنه كان عاملي بشكل عشوائي فقط لتنزيل التطبيقات من سوق بلاي. وهاي المشكلة راح تكلفهم مبالغ قد تصل من 10 إلى 40 دولار لفتح الجهاز. لذلك هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إنشاء البريد الإلكتروني بطريقتين سهلة وبسيطة اللي هي من خلال الكمبيوتر والموبايل. قبل لا نروح للكمبيوتر، خلي أعرفكم على زميلي الجديد اللي هو غرغوري. غرغوري سلم عليهم. هذا راح يكون أيضا زميل آخر راح يشاركنا في فيديوهات قادمة. خلونا نفتح المتصفح اللي موجود على كمبيوترك، قد يكون فايرفوكس أو مايكروسوفت أو حتى جوجل كروم. نفتح المتصفح اللي موجود على الكمبيوتر، أي متصفح سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس أو حتى مايكروسوفت. نكتب فوق google.com، راح تظهرنا هذه الواجهة، واجهة جوجل. راح نقبس على تسجيل دخول اللي موجودة في الجهة اليسار في الأعلى. بعدين ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها هي تسجيل دخول حساب، ولكن احنا ما راح نسوي تسجيل دخول حساب لان ما عندنا اصلا حساب. فراح نختار انشاء حساب، انشاء حساب، واختار بعدها لنفسي، واكبس على التالي. مباشره راح ينتقل الى الصفحه اللي هي اسم الاول واسم العائله، وايضا نكتب اسم المستخدم. اسم المستخدم هو البريد الالكتروني اللي انتم حابين تسووه. بعدها ننتقل إلى كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، وأنصح أنه يقول لك استخدام 8 حرف أو أكثر ومزيج من الأحرف والأرقام والرموز. وتقدون هنا تسوون عرض لكلمة المرور، وتصورون صورة للمعلومات الانفورميشن الموجودة، أو تكتبوها على ورقة وتحتفظون بهذه الورقة. بعدها نكبس التالي. التالي راح تجينا الخطوة اللي هي الأهم، رقم الهاتف او ايميل البديل، ونكتب التاريخ الميلاد والشهر بالضبط. اذا انتم حابين المعلومات تكون صحيحه تقدرون تذكرون هذه الامور، ولكن انا انصح انه تخلون رقم الهاتف لان كل واحد عنده رقم هاتف، وهذا الجيميل راح يكون مثل رقم هاتفك تحتفظون به، وتقدرون تستعيدون كلمه السر عن طريق الهاتف او الايميل البديل في حاله انه عندك ايميل بديل وتعرفون كل المعلومات اللي موجوده فيه. فنكتب وبعدها التالي، ونكون احنا خلصنا من انشاء الخصوصية والبنود ووافق عليها. طبعا تكبسون على ووافق عليها، وهذه انتهينا من انشاء البريد الالكتروني على الكمبيوتر بشكل بسيط وسهل وما طول من عندنا دقيقتين. الان راح ننتقل انشاء الحساب عن طريق الموبايل. نروح على الاعدادات اللي موجودة في الجهاز، بعدين نختار او نكبس على كلمة المستخدمون والحسابات. بالمستخدمون والحسابات راح تظهرنا قائمة بالتطبيقات، راح ننزل للأسفل نختار إضافة حساب. بعد ما نختار إضافة حساب راح نختار جوجل، نختار جوجل، راح ينتقلنا مباشرة إلى التحقق. في حال عندكم رمز القفل أو شاشة القفل تكتبوه، وراح ينتقل مباشرة إلى رمز التحقق.
بعد ما ينتهي من جاري التحقق من المعلومات راح تظهر لنا نفس البيانات اللي سويناها على الكمبيوتر راح تظهر على الموبايل. انشاء حساب لنفسي. الان هنا راح نختار اسم الاول، اسم العائلة، نفس المعلومات، نفس الانفورميشن، ونكبس التالي. ولكن الخطوة الحلوة اللي موجودة هنا بعد ما نكتب العمر والتاريخ واليوم والجنس راح يعطينا اختيارات، يعني اختار الجيميل الاسم اللي انتو حابيه. بعد ما كتبنا الاسم الاول اسم العائلة راح يعطينا ثلاث اختيارات، يعني الاسم الاول انا ما عجبني، الثاني ما عجبني، اقدر اسوي انشاء عنوان، انشاء عنوان اخر، اخلي نقطة، اخلي حروف، اخلي رقم، حسب الرغبة. تمام، انا سويته مثلا اميتاب نقطة تيك، عمود يكون يعني نفس الفيسبوك مالتي. وقبس التالي. بعد التالي راح يعطينا كلمة السر، مثل ما قلنا كلمة السر تكون 8 حروف، حروف صغيرة كبيرة مع رموز، وتقدرون تكتبون المعلومات على ورقة. وراح ارجع واقول خلوا المعلومات على ورقة وصوروها، صوروا معلوماتكم واحتفظوا بها، وحفظوها شلون ما تحفظون التليفون، لان هذا البريد الالكتروني بصراحة او الجيميل مهم جدا جدا، خاصة لأجهزة اندرويد. وراح اقول لكم ليش مهم بعد ما نكمل تكملة البريد. بعد ما نكتب كلمة السر راح تظهرنا شكل اختياري، يا اما تختار رقم الهاتف او تسوي تخطي. اني انصح انه تخلون رقم الهاتف للضرورة، وايضا لعمل ريكوفري او يعني استعادة كلمة السر في حالة الفقدان. بعد ما نكتب الرقم التليفون تطلع لنا نفس الاتفاقية، نكبس موافق، وكون احنا انتهينا وسوينا البريد الالكتروني بشكل كامل عن طريق الموبايل. شغلة سهلة وبسيطة وما طولت من عندنا دقيقتين. خلونا اقولكم ليش شغلة مهمة انه اني اسوي البريد الالكتروني الجيميل واحفظ كل المعلومات. بصراحة البريد الالكتروني الجيميل هو اساس الاندرويد، كل معلوماتك، كل امورك، كل ارقام الهواتف تقدرون انتم تسوون مزامنه من خلال جيميل. انا حتى بالكمبيوتر اسوي مزامنه من خلال جيميل، كل المعلومات اللي مسويها على المتصفح مالتي اقدر استعيدها من خلال الجيميل. لذلك ضروري ومهم انه انتم تحتفظون بكلمه السر والمعلومات لغايه الامان. هذه كانت طريقه عمل او انشاء البريد الالكتروني الجيميل. وإذا حبيتوا فكرة الفيديو سووا لايك وشير واشتراك للناس اللي ما مشتركين. وتحياتي مني لكم جميعا، أميتاب السندي من قناة أميتاب تكنولوجي.